كيف الأجواء عندك في البوليفارد؟ كيف الحضور اليوم؟ كيف الزي التقليدي؟ كيف يبس يعني لبسنا يوم بدينا؟ وكيف الأجواء اللي موجودة عندك في البوليفارد؟ سامي، خليني أقول لك، من الدرعية، من منبع التاريخ والحضارة، من المكان اللي تتواجدون فيه أنتم إلى البوليفارد، أحد الصروح الترفيهية العصرية في المملكة العربية السعودية. اليوم لسان حال الناس في هذا المكان، تفتخر، تبتهج يعني بماضي عريق وأصالة لتراث قديم جدا من تاريخ المملكة العربية السعودية. اليوم يعني أنا عن نفسي شبه يوميا أكون متواجد في البوليفارد، لكن اليوم الصورة مختلفة تماما عن بقية الأيام. مثل ما تلاحظون بالصورة في الخلف، مجموعة من الأطفال، مجموعة من الأشخاص يتزينون بطبيعة الزي واللبس التراثي العريق والقديم لماضي المملكة العربية السعودية بمختلف المناطق. صحيح. مشاعل برضو اليوم تتزين بهذا الزي الأخضر النجدي. صحيح محمد الجميل، أنه أزياء من مناطق مختلفة وكل يرتديها بفخر وعز. يعني ممكن نطلب من المصور أنه يأخذ لقطة نوريك الأزياء اللي موجودة وكيف يعني جماليتها هنا في البوليفارد. فعلا اليوم لما نتكلم عن الأزياء، كل أزياء المنطقة السعودية حاضرة في هذا المكان. اليوم الناس تفتخر وتعتز بماضي صحيح. عريق للمملكة العربية السعودية من خلال توحيد هوية اللبس الأصيل لكل المناطق السعودية، المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية والشرقية. مشاعل برضو صحيح. لما نسترجع بالثلاث أيام الماضية، كانت الأسواق مستنفرة تماما. نعم. للحصول على أي زي قديم. صحيح، الأزياء والبراقع وأيضا تفصيل تصاميم خاصة للأزياء. يعني لقينا كل أحد يبغى يتميز بلبس ثقافي، بلبس التراثي ليتباهى فيه في هذا اليوم. محمد، أيضا خلينا نرحب بأهل حايل. يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا، يا بعد حي. تعالي تعالي تفضلي، تفضلي معنا، تفضلي هنا. يا هلا وسهلا، اهلا وسهلا. ايش الزي الجميل هذا الحين؟ الشنطه يا مول، هذه حقت حايل ايام زمان، كنا نحط فيها التمر والقط والمسمنه والكليجه. الكليجه عاد حلوه. والتمر وايش حاطه فيها اليوم؟ فيها قط سمن كليجه وتمر. وايش كذا الامثله الشعبيه الحلوه عندكم في حايل؟ يا بعد حيي، اللي ما له اول ما له تالي. الباب اللي يجي منك ريح سده واستريح. طب واليوم في البوليفارد معانا، ايش احساسك بهذا اليوم الجميل؟ وغير كذا انه الكل لابس الزي المختلف، الزي التراثي. والله احس انه يوم مميز عن الايام الباقيه، لان كل الشعب لابس زي سعودي قديم، وحلو الشيء هذا نحتفل فيه. صحيح. اي والله، الله يسلمك يا رب، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. محمد، يعني ازياء مختلفه. اي الحين انا حبيت البسطه يا مشاعل. شيء جميل، يعني هذه من صور الحضارة الثقافية والتاريخ العريق لشمال المملكة العربية السعودية، تحديدا في المنطقة الشمالية. برضو الزي النجدي بالبشت وهالعقال هذا، حياك الله. الله يطول عمرك. نبي نتكلم اليوم على العقال، كيف حصلت عليه؟ انا اعرف انه في استنفار بالايام الماضيه للحصول عليه. الحمد لله رب العالمين. اول شيء احب اهني خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الامين، ونشكرهم على اتاحه الفرصه ان نفتخر في هذا اليوم بوطننا، ويوم تاسيس الكيان هذا اللي مو حتى السعوديين بس لوحدهم يعني في ظله. اللهم لك الحمد، الوطن العربي والوطن الاسلامي كلنا ننعم من خير هذا البلد. اليوم خليني اقول لك، ما شاء الله تتزين بلبس اصيل لموروث تاريخ المملكه العربيه السعوديه. كيف لك أن تفتخر بهذا الإرث، بهذه الماضي، يعني بهذه الأصالة؟ هذا أقل شيء، أقل شيء احنا كمواطنين عاديين نقدمه لوطننا، وأقل شيء احنا نسويه ونعبر لهم عن مدى اعتزازنا ومدى فخرنا بتأسيس هذا الوطن من بداية تأسيسه إلى يومنا. ونقول له من الأمام إلى الأمام بإذن الله تعالى. كيف شفت الناس ومشاعرهم ولبسهم وأزياءهم؟ والله مو غريب على الشعب السعودي صراحة، هذا الفخر وهذا الأصل، والحمد لله رب العالمين. الأصل موجود والفخر موجود والتراث موجود، ومثل ما قلت لك والله اللسان يعجز
ومنبهرين صراحة. شكرا لك، نتمنى لك يوم ممتع جدا في داخل البوليفارد. شكر وألف شكر وألف شكرا. مبروك للوطن. يعطيك العافية. مشاعل اليوم، خلينا نتكلم عن لسان حال البوليفارد. ما هقيت أن البراقع يفتن. أي والله يعني ما شاء الله البراقع الجميلة كلها ما شاء الله في تنافس. صحيح جميل جدا. هنا إذا كان برقع هنا من القصيم صحيح؟ خبرين عن الزي الحلو هذا. أنا جاية من القصيم، اسمي غنج آل إبراهيم، أمثل زي الشعبي حق القصيم. يا سلام، كيف شعور كذا وانتي لابسه الزي في يوم مميز؟ شعور حلو. الله يحفظ لنا بابا سلمان، محمد بن سلمان. آمين يا رب. نورتينا يا قمر. بنور. أطفال محمد يعني أطفال الأزياء أطفال. مختلفة. أنا شايف ما شاء الله الطفلة الجميلة ما شاء الله وتتزين بهذا الزي التراثي. أهلا. حبة تقولين في اليوم؟ مرة كان اليوم ممتع وما شاء الله صدمونا في اللباس وكل شيء حلو طالع عليهم. ومرة مبسوطة هنا في هالمكان. جاية مع مين انت؟ مع أهلي. مع أهلي كلهم موجودين؟ وكلهم لابسين نفسك؟ ايوه. يا سلام لكم وبعد هم اللي ورا الكاميرا. يلا نتمنى لكم يوم جميل وممتع. يعطيك العافيه. شوفين البسطه اللي عندك مشاعر. اي البسطه هذه المروحه صح يا مروحه؟ لا المحفه. المحفه تعالوا قربوا عندي. طيب تعالي مشاعر. المحفه المحفه هذه المحفه. المحفه اي والله. اي بالصيف اذا صار ما في مكيفات ولا شيء نهف فيها لطف الكهرب. يا لبى قلبك ان شاء الله. الله يسعدك. شكرا لك. يعطيك العافيه. الله يسعدك. طب نعطي مجال اللي ورانا. تفضلوا تفضلوا. برضو ما شاء الله مجموعه من الشباب السعوديين اللي يتزينون بلبس الدقله، لبس المحزم القصب. هذه وانت تكلم هذه الصايه النجديه. هذه تلبس انتصار للحرب، العرضه بعد انتصار الحرب او نداء للحرب. تحتها يلبس المرودن والمحاز. يا سلام. والمحزم الخنجر. طبعا اليوم على كرتهم عشان اسباب امنيه منعونا من الخناجر، لكن اول شيء انا احب اهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الامين بمناسبه هذا اليوم، يوم تاسيس الدوله السعوديه الاولى، الام الروحيه للدوله السعوديه الثانيه والثالثه اللي ننعم اليوم الحمد لله بخيرها. واشكركم على هاللقاء الجميل ويعطيك العافيه. اليوم خليني اسال اللي جنبك ما شاء الله، البشت برضو حاضر معانا في هالمكان. اليوم نتكلم على اصاله وموروث قديم، كيف لك ان تفتخر بهذا الارث من ثلاثه قرون الى يومك هذا واحنا نتزين اليوم باللبس التراثي الشعبي القديم؟ الله يعطيك العافيه، شكرا لكم على هذه الاستضافه الجميله وعلى العمل اللي تقومون فيه والجهد. حاب اشكر سيدي سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الامين وبارك لهم بهذا اليوم الجميل اللي يمثل ماضي وحاضر ومستقبل الدولة السعودية وشعبها وهذا الأمن والثراء اللي ننعم فيه الآن. هذا اللبس يمثل الماضي وإلى الآن ما زال، فحرصت أنه يكون حاضر والشباب حرصوا أنه يكون حاضر الماضي وأنا حرصت أنه يكون حاضر الحاضر والمستقبل. فعلا ما شاء الله أنا اللي شفته فيكم تنوع في اللبس النجدي. طبعا الصاية ترى يعني من قديم الزمان، يعني عرب الجزيرة كانوا ينعمون بخير يعني، وهذا دليل على 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 انه يعني جوده الملابس اللي كانوا يلبسونها والزي الجميل كانوا يعني يمتلك في اناقه بعد. إيه فيها اناقه يعني، وفيها تنوع الوان واقمشه، انواع اقمشه يعني كانت تجلب من مدن بعيده يعني مثل كشمير، يعني نفس الأقمشة هذه تجي من كشمير، تجي من مدن بعيدة وكانوا يزينون فيها. هذا دليل على الرخاء والنعمة اللي كانوا يعيشون فيها من زمان. يعني حنا الحمد لله يعني ننعم خير وأمن وأمان الحمد لله تحت ظل دولتنا الرشيدة، والله يديم الأمن والأمان. اللهم آمين. شكرا لكم. شكرا لكم. مشاعل ودين تربيل مع الزحمة للأسف مشاعل أصبحت بعيدة عني. الله يسعدك. راجعين لك ألف سلامة. الله يسلمك. مشاعل اليوم ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ الازياء تتنوع بالوانها بتفاصيل اللبس بتفاصيل، حتى لاحظت انه زمان الاول يهتمون كثير بالاكسسوارات. صحيح صحيح، يعني هذا اندلدل على اهتمامهم حتى بالاناقه والذوق كمان. مثل ما نشوف محمد يعني هنا عندنا الاطفال موجودين كمان ويحتفلين بهذا اليوم الجميل. خلينا ناخذ كذا كلمه من اهلا وسهلا. اهلا. تعرف عليكي؟ كادي. كادي. وخلي كادي خلي الكاميرا تشوف اللبس الجميل. كادي ايش من وين؟ من القصيم. وايش اللبس الحلو هذا الزين؟ شكرا. وناخذ هنا ايضا اهلا وسهلا. مرحبا.
إذا أزياء جميلة جدا من الأطفال، أزياء حلوة، مبسوطين فرحانين جدا معانا. ونشوف مثل ما قلت محمد الأكسسوارات الموجودة والزي يعني متناسق جميل، مهتمين بأدق التفاصيل. فعلا يعني صحيح. الحلي، الذهب، الأكسسوارات، اللبس حاضر في هذا المكان.